عبد الرحمن هكذب عليك في ايه يا ابني؟ تعرف مليك مش كده؟ هي اللي عامله العاهه اللي في وشك دي. ليه ما عرفتنيش؟ ليه يا اخي ما عرفتنيش كنت سيبني اختار؟ ما كنتش هتكمل. هو انت قلت لي حاجه ولا نفعتني بايه؟ وكل ما اجي اسالك تقول لي هتعرف يا صابر. واديني عرفت يا شيخ. ايه؟ عايز ده اكمل عشان تاخد طرك منهم ها؟ لا يا ابني انا عمري ما اقصد حاجه زي دي. امال قصدت ايه؟ تبدي نفسك بيا ها؟ انت ما اخترتش الطريق ده يا صابر ولا انا اخترتهولك. الطريق ده اتفرض عليك لما كسرت العهد وقتلت واحد منهم. انت بتتكلم زيهم؟ وعهد ايه اللي كسرته؟ وقتلت مين؟ لما حرقت الكتب اتسببت في قتل واحد فيهم. وكل اللي بيحصل معاك ده انهم عايزين ياخدوا بطاره. انت بتخرب بتقول ايه؟ طب يا سيدي انا ما اعرفش حاجه ما دام انت مش مصدقني. خلاص لكن في حاجه واحده انا عارفها كويس قوي يا صابر. هم بيجهزوا للحرب معاك وكل اللي انت شفته ده ما يجيش حاجه بالنسبه للي جاي. هم مين؟ بقى كل ده ولسه ما عرفتش هم مين دول؟ جن ومش اي جن. وعايزين يحاربونا انا ليه؟ ما انا قلت لك عشان انت قتلت واحد فيهم. انا ما قتلتش حد. انا كل اللي عملته اني عايز انقذ اهلي وانا ما اعرفش اي حاجه. وكل اللي عرفه ان انت جيت لي في المنام وهتفتني وقلت ده هتاف ربان. اتاريك انت هتاف شيطان يا اخي. انا مش مصدقك ولا واثق فيك. انا ماشي من البلد دي ومش راجع تاني. لا انت ما ينفعش تمشي من هنا. انت لازم تكمل الطريق. الطريق اللي اكمله دي مش سكتي يا عم الشيخ. طب ايه ده يا ابني؟ يا ابني يا ابني عشان خاطري ما تغلطش غلطتي. انا بسببهم خسرت مراتي واعز صاحب ليا هو ومراته. وانت عايز نخسر ايه تاني؟ ما انا خسرت اخويا اللي مات. ولو ما رجعتش بلدي دلوقتي ممكن اخسر امي كمان. طب اهدى بس. خش جوه كده وهدي نفسك واسمعني كويس. انا حياتي كلها اتخربت. انا كنت بعدت عن السكه دي. منه لله اللي رجعني ايه؟ منه لله. انا راجع بلدي واستاهل وناسي. منه لله. استنى يا صابر. ابعد عني. استنى يا ابني.